لم يأتي من الشركات القيادية بل من الشركات الصغرى. ماشي الكويت 15 ينهي الجلسة على تراجع ب 14%. زين كان فيه تراجع ب 1.4%. أيضا شركات قيادية أخرى كان فيها بعض الضعف من ضمن مشاريع الكويت القابضة، تراجع بأكثر من 1%. أجيليتي كانت متراجعة خلال الجلسة، عادت لتنهي الجلسة على استقرار. بوبيان للبتروكيماويات خسائر ب 1.16%. أذكركم بأن السوق الكويتية سجلت أحجام تداول بالفعل قياسية يوم الخميس، أعلى أحجام تداول منذ أكثر من عامين رأيناها في السوق، أكثر من 90 مليون دينار من التداولات. اليوم نصف هذه التداولات، نتحدث عن حوالي 45 مليون دينار من التداول. يوم الخميس التركيز على NBK، اليوم السهم الحركة طبيعية عليه استقرار، كان فيه بعض التراجع خلال الجلسة. بيت التمويل الكويتي ارتفعت ب 1.2%. هذا فيما يتعلق بالكويت. ماذا عن البحرين؟ مؤشر السوق ينهي الجلسة على تراجع بنصف نقطة مئوية. رأينا بعض الارتفاعات للبحرين الإسلامي وكذلك صناعات الخليج. أحاول أن أرى الأسهم التي ضغطت في هذه السوق، من ضمنها البنك الأهلي المتحد تراجع ب 2.4%. وللمزيد حول تداولات السوق الكويتية معنا مباشرة من هناك السيد عمرو النصر الله، محلل مالي مجموعة إدارة الأصول في كميفيك. أهلا وسهلا بك. لنبدأ من ما جرى يوم الخميس. خميس أحجام تداول بالفعل قياسية تركزت على NBK. البعض تحدث عن حركة بين كبار الملاك، هل اتضحت الصورة على مدار يوم الخميس على أسهم NBK؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم ونشكر استضافتكم. طبعا حدث حديث كبير عن تداولات NBK خلال الخميس اللي فات، بلغت 40% من سيولة السوق تركزت على سهم واحد وهو سهم البنك الوطني. كان في هناك اشاعات بخصوص تدخل هيئة استثمار او محفظة وطنية، هي قامت بالشراء على سهم بنك الكويت الوطني، لكن في الحقيقة هي مجرد تبادل اسهم بين المحافظ خاصة تابعة لأحد شركات استثمار وشركة قابضة تملك حصة كبيرة من أسهم البنك الوطني. بس بنعود وبنذكر أنه السيد بدر السعد رئيس الهيئة العامة للاستثمار نفى للعربية تدخل الهيئة لدعم السوق ردا على أحداث محلية، وأنه الاستراتيجية هي استثمارية للمحفظة الوطنية في السوق. طيب هل لديك تفاصيل أكثر من هي هذه الجهة اللي دخلت، يعني ممكن تسميها؟ والله في هناك أقوال عدة توارت يعني عن حركة النقل الملكية المحافظ، لا أستطيع أن أؤكد، لكن هناك بعض الصحف المحلية ذكرت اسم الشركة الاستثمارية وكذلك الشركة القابضة التي تملك النسبة الكبيرة من أسهم البنك الوطني. في اسباب يعني في تسويه مثلا شركة. في اسباب معينه لنقل الملكيه؟ الحديث او اكثر الاراء تمت هي عباره عن نقل الملكيه من محفظه الى محفظه ثانيه، ليست نقل ملكيه او عباره عن صفقه، ولكن ممكن تكون هناك اتفاقيات مسبقه بين المحافظ خصوصا مع قرب عدة انعقادات جمعيات عمومية، تسويات خلال هذه الأسهم بين المحافظ. طيب سيد عمر، ما هي العوامل برأيك المحركة للسوق هذه الأيام؟ يعني نرى تحسن في أحجام التداول، هلأ باستثناء بالطبع جلسة يوم الخميس الاستثنائية، ولكن بشكل عام أحجام التداول جيدة. ما زلنا نتحدث بأنه التركيز يأتي على الشركات الصغرى، هل تتوقع استمرار هذا النهج في السوق؟ صحيح الكلام يطبق على الشركات الصغيرة. ارتفع مؤشر السعري ما فوق 19% من بداية العام، فيما ارتفع مؤشر الكويت الوزني 7% وكويت 15 5.6% تقريبا. فمن الملاحظ ان التركيز صار على الاسهم الشركات الصغيره. حاليا محركات السوق تعتبر اعلانات الربع الاول من سنه 2013. اعلنت الثلاث بنوك هي البنك الوطني وبنك البوبيان وكذلك بنك الاهلي المتحد عن ارباح تعتبر جيدة، وهناك نمو بالأرباح الثلاث بنوك مقارنة بالربع الأول من سنة 2012. بتصور أن حاليا هناك حالة من الترقب على أرباح الربع الأول، خصوصا أن مستوى السعرية بلغ 7150 نقطة
ويعتبر أعلى مستوى بلغ المؤشر السعري منذ نوفمبر 2010. المتوقع أن يأسس المؤشر السعري على المستوى قبل إعادة الانطلاق ومن ثم الزخم في النشاط والسيولة. شكرا لك عمر النصر الله محلل مالي مجموعة إدارة الأصول فيك ميفيك. وقفة مع فاصل مشاهدينا، نتابع من بعده الأسواق العربية وفيها أرباح